نعم، يولد الرجل مرتين من امرأتين، مرة من امرأة تعطيه الحياة، ومرة من امرأة تعطيه الحب. الأولى تعطيه حياتها، والثانية تعطيه حياتها. وفي كل مرة أتحدث عن الحب يقولون إنك تتحدث عن شيء غير موجود، شيء انتهى واختفى. والأكيد أن من يقولون ذلك فقدوه، ومن يقولون عكس ذلك وجدوه. ويبلغ الحب مداه عندما تتنازل المرأة عن كبريائها، ويتنازل الرجل عن عناده. عندما يكون الحب هو مشروع صداقة وتفاهم وتنازلات، تنازلات مشتركة وتفاهمات. عندما يكون بعيدا عن السيطرة الأحادية وعن الصغائر وتكبير الخلافات. عندما يكون الحب ليس مرحلة بل أسلوب حياة. عندما يكون الحب أسلوب حياة.